واضحة القواعد؟ نبدأ بسؤال السرعة. سؤال السرعة ما عليهوش درجات. السؤال بيقول: ما هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية؟ فريق مدرسة الفنان محمد فوزي داسوا على الباز أسرع. المشتري. كوكب المشتري. إجابة صحيحة. سؤال السرعة ما عليهوش درجات، بس معناه إن أول سؤال في المسابقة بيروح لكم. جاهزين؟ نبدأ بأسئلة المسابقة العلمية. نروح لأول سؤال في المسابقة لمحافظة الغربية، والسؤال في العربي بيقول: أعطي كل صاحب حق حقه، ضع مكان صاحب اسما من الأسماء الخمسة يكون مناسب. ذو، ذا، ذي، أو ذوى. نختار رقم جيم زي، عشان اللي بيجي بعد كل لازم يكون مضاف إليه على طول، يبقى زي. طب ثانية واحدة يا جمانة، لسه في وقت 30 ثانية، ليه نتسرع؟ احنا تشاورنا مع بعض وواثقين من الإجابة. محمد بيقول واثقين وجمانة بتقول واثقين، بس خلي بالكم السؤال ده بخمس درجات، وأول سؤال في العربي. عايزين الخمس درجات ولا لأ؟ إن شاء الله. إجابة فريق مدرسة الفنان محمد فوزي هي إجابة، إيه رأيكم، إجابة صح ولا غلط؟ صح؟ خلاص نديهم الخمس درجات، إجابة صحيحة. السؤال في مدرسة كفر المنازلة بيقول: المجد لا يهمل المذاكرة. يهمل فعل مضارع، منصوب، ولا مجزوم، ولا مرفوع، ولا مبني؟ مروان عندك إجابة؟ بس لسه الوقت ما خلصش. يا مروان، طب إجابتكوا إيه؟ مرفوع. مرفوع، مروان بيقول مرفوع. والسؤال ده بخمس درجات، لو سؤال صح هنخش كده أول سؤال وإحنا مرتاحين. إجابة صحيحة، خمس درجات. خمس درجات مدرسة كفر المنازلة في دمياط، وخمس درجات مع مدرسة الفنان محمد فوزي في الغربية. ده سؤال العربي، شوف بقى هم شاطرين في الدراسات ولا لا. السؤال بيقول: تقع شمال الصحراء الغربية هضبة الملف الكبير، الهضبة الوسطى، مرمريكا، ولا المعازة؟ الوقت بدأ. هضبة مرمريكا، الصحراء الغربية هي مرمريكا. مغطين وشهم عشان محدش يغش منهم. هنجاوب رقم جيم. طب استني الوقت لسه ما خلصش. ماشي احنا واثقين. واثقين؟ واثقين واثقين؟ ايوه. رقم جيم مرمريكا. ليها اسم تاني مرمريكا؟ طب ليه مش الهضبة الوسطى ولا الملف الكبير؟ في الوسط، الوسطى في الوسط، ويقول في الكبير في الوسط. طيب ثانية، تعالوا واحدة واحدة. الوسطى في الوسط. ماشي، وايه كمان؟ شوف بقى انتوا عارفين الخريطه ولا لا. الجولف الكبير في الجنوب، جنوب الصحراء الغربيه، وهضبه مرمريكا في شمال الصحراء الغربيه، وفي الجنوب الغربي هنا، يعني الوسطى اهي في الجنوب الغربي. في الجنوب الغربي هنا ده في جبل الهوينات، وهضبه الجولف الكبير. ايوه هو ده الاسم الثاني للمرمريكا. الهضبة دي من أشهر الهضبات في مصر. موجودة فين بقى؟ احنا كده مسكنا الخريطة وقعدنا نفصصها. شمال الصحراء الغربية. الجولف الكبير في الجنوب، إنما مرمريكا في الشمال. تلات هضاب مشهورين. الأولى هضبة مرمريكا اللي هي في الشمال. أنا حاولت ألخبطكم بس أنتوا صح، خمس درجات. معانا 10 درجات لمحافظة الغربية، ونروح للسؤال الثاني لكفر المنازلة في دمياط. السؤال بيقول: أكثر جبال الصحراء الشرقية ارتفاعاً جبل الشايب، ولا جبل علبة، ولا جبل سانت كاترين، ولا جبل العوينات؟ أنا شايفة ابتسامة ثقة. فرحتوا بالسؤال ده؟ طيب بس فكروا، لسه فاضل وقت. فدايما بنقول يعني مش عايزين نتسرع.
جبل الشايب. جبل الشايب. وبقية الفريق رأيه ايه؟ جبل الشايب. مأيدينهم؟ طب ليه الشايب؟ لأنه أكثر جبال ارتفاعاً، أكثر جبال البحر الأحمر ارتفاع. طب يقع فين بالظبط؟ شوف بقى انتوا عارفين ولا لا. الصحراء الشرقية. على ساحل البحر الأحمر بالصحراء الشرقية. منين؟ من الغردقة. يعني فين من مدينة الغردقة؟ شايفين الشرق؟ لا الغرب. الشايب في جنوب غرب الغردقة بحوالي كده 45 كيلو، صح؟ إجابتكم صح، 5 درجات. 10 درجات لكل فريق. نشوف مدرسة الفنان محمد.